السلام عليكم، مرحبا بكم نهار اليوم مع وصفات ام والد. اليوم حنشوفوا وصفه الموسكوتشو. يعني عودكم دائما وصفه سهله بسيطه، اليوم حاجه حلوه راح نديروا موسكوتشو. مقاديرها بسيطه، نتيجه رائعه، يجي بزاف خفيف هذا الموسكوتشو هذا. وراح نقيسه غير بالعلبه تاع الياغورت، يعني علبه تاع ياغورت في الدار عندك وانتي درتي هذا الموسكوتشو. واش راح نحتاجه في الموسكوتشو؟ راح نحتاج لهنايا 4 بيضات كاملين، وقصت بالعلبة تاع الياغورت 2 علب تاع السكر، والعلبة تاع الياغورت هي معنا علبة تاع الحليب. نعاود لك، 4 بيضات، 2 علب تاع السكر، علبة تاع الياغورت، والعلبة تاع الحليب. راح نحتاج معها 1.5 علبة تاع الزيت، و5 علب تاع الفارينة. نحتاج معها مغرفة صغيرة تاع لافاني، و2 كيس تاع خميرة كيميائية. والتزيين راح نحتاج معها علبة تاع ياغورت مع شوكولا حوالي 100 غرام. اذا نبداو بطريقة تاع الموسكوتشو ونعاود لك المقادير. اول حاجة نديرها شعلة الفرن تاعي على 180 درجة، هذه اول حاجة لازم ديريها. وعندي هنا مول، راح نستعمل هذا المول هذا، دهنته بالزبدة ونغبره بالفارينة. يعني نظمي روحك فقط، ندير شويه تاع الفارينه اذا، ونغبر المول تاعي. وشعلي الفوق، يعني غير جهزي الموسكوتشو تاعك طيبيه تربحي الوقت. ودائما لو مول دهنيه بالزبده ماشي بالزيت، هكذا باش تضمني انه ما يلصقلكش. المول تاعنا راه واجد. نبداو بطريقه تاع الموسكوتشو مباشره ونعاود لك المقادير. اذا نبدا ب4 بيضات كاملين، ندير هذوك 4 بيضات، ندير معاهم قرصه تاع الملح، اثنين علب تاع السكر. راني نعاودك في المقادير، 2 علب تاع السكر، والمغرفة الصغيرة تاع لافاني معمرة. نخلط كل شيء مع بعض حتى يدوب لي شويه هذاك السكر. كيما تقدري تستعملي الخلاط الكهربائي اللي هو الباتور. اذا نخلطهم مليح، نضيف عليهم العلبة تاع الياغورت طبيعي. تقدري ديري ياغورت معطر، يعني ديري فاني ولا ديري فراز ولا، يعني حسب الرغبة تاعك. وعلبة تاع الحليب. إذا نخلطوهم، نزيد معاهم 1.5 علبة تاع الزيت، نديرو 1.5 علبة. نزيد نخلطهم مع بعض، من بعد ما خلطت الخليط تاعي مليح نعاود نعبر يعني بنفس العلبة باش نقيسو الفارينة. نجيب الغربال فقط هكذا باش نغربلو المواد الجافة، وندير 5 علب تاع الفارينة. اذا الفارينة تاعنا هي معنا، ونقيس 5. بسم الله. العلبة الأولى، الثانية، هذه الثالثة، الرابعة، ونزيد 5. ندير معاهم هذوك 2 كيس تاع خميره كيميائيه،
الكيس فيه 10 غرام، حنا درنا 2 صافي 20 غرام تاع لا ليفور شيميك. اذا نغربل كل شيء. نخلطو كلش حتى تنسجم لنا الخليط. نحصلو على خليط ليس، غير تشوفي الفارينة تاعك ما راهيش تبان يعني اختفت، نحبسو تخلط. من الاحسن دائما نعطيها لكم نصيحه، الفارينه ما تخلطوهاش بزاف غير تنسجم خلاص. وهذا المسكوتشو هذا هذاك الياغورت يزيد له واحد الطراوه، يجي بزاف طري. اذا لاحظوا الخليط معايا غير ولا ليس، هنا نحبس ونفرغ الخليط تاع المسكوتشو. دائما كي تفرغي سيي كيفاش تطلعي الطبسيل للفوق هكذا باش تدخلي له الهواء. يعني هادو من بين ليزاستيس اللي نتعلموهم. اذا نهبط كامل الخليط نسوي له الوجه تاعو، ندخلو الفرن يطيب على 180 درجة حتى يطلع يحمرنا مليح. دخلي الموس تخرجي هنا، شوف نخليه يبرد شوية ونرجع لكم باش نكملو التزيين. بعد ما طاب الموسكوتشو وخليته برد، شوفوا النتيجة تحصلنا عليها. راح نقلبو. إذا بسم الله اذا ها هو المسكوتشو تاعنا. دائما دهنوا المول بالزبده وغبروه بالفارينه باش تحصلي على هذه النتيجه. اذا باش راح نزينو، نحطو على جهه هذا المسكوتشو تاعنا. راح نزينو بعلبه تاع ياغورت طبيعي و100 غرام تاع الشوكولا. لكل علبه ياغورت 100 غرام تاع الشوكولا. كيما تقدري تعوضي هذا الياغورت هذا، تعوضيه بلا كريم فخاش اذا كانت عندك متواجده. يعني انا درت الياغورت طبيعي باش هكذا اي وحده تقدر تستعمل هذه الوصفه هذه. نحكم 100 غرام تاع الشوكولا بالحليب. انا اليوم راح ندير شوكولا بالحليب، اي نوعيه تاع الشوكولا تقدري ديريها. هذه فيها 250 غرام، راح نقسمها على 2 ونقص يعني قطعة يعني بالتقريب فقط. ولا كان عندك الميزان قيسي 100 غرام. نقطعها قطع صغيرة. اذا راح نجيب كسرونه نديرها فوق النار. دائما الشوكولا قطعيها قطع صغيره هكذا باش ما تغبنكش كي تجي تذوبيها وما تطولش، وقد ما تطول راح تتحرق. اذا نقطعها قطع صغيره نزيد معها داك الياغورت الطبيعي ولا لا كريم فخاش. ما عندكش لا كريم فخاش، ما عندكش ياغورت طبيعي، ديري ربع كاس تاع الحليب، يعني راح تعطيك نفس النتيجه اللي راح نديروها. اذا نديرها تسخن، النار ما تكونش قويه بزاف، قيس ما يسخن لنا الياغورت طبيعي وذوب الشوكولا، يعني ما نخلوش الخليط تاعنا يغلي. اذا نبقى نخلط فوق النار حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا. راهي ذابت الشوكولا، لاحظوا معنا بلا ما نخلو الخليط يغلي، يعني ما تخليش الكسرونه تاعك تغلي. نجيبو هذاك المسكوتشو وندلو هذاك الكلاصاج. بسم الله، يعني عطيت لكم كامل البدائل
كريم فخاش ولا الياغورت طبيعي ولا الحليب. كريم فخاش ياغورت ديري علبه، لا كريم فخاش ديري نص كاس، الا درتي الحليب ديري ربع كاس مع مغرفه صغيره تاع الزبده، ونديرو على الوجه تاع المسكوتشو تاعنا، ونخلوه يهبط بطريقه عشوائيه على هذاك المول تاعنا. سقمو شويه فقط منا، اذا ونخلوه يهبط، اذا نخليه ينشف، والتزيين دائما يبقى اختياري، نخلوه ينشف شويه ونقدموه. المسكوتو تاع نهار اليوم اللي درناه بالياغورت، يعني القيس كامل عبرتو غير بالعلبه تاع الياغورت، حتى الكلاصاج تاع الشوكولا درناه بالياغورت في بلاصه تاع كريم فخاش، يعني دائما عندنا البدائل. جربي الوصفه، المسكوتو تاعنا يجيك بزاف طري ويجي والله كانه مسقي. جربي الوصفه، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.